السلام عليكم، اهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد. والنهارده في مكان جديد. احنا النهارده فين؟ في السليمانيه، معرض للاجهزه الكهربائيه موجود هنا في عند عبد الرحيم عمرو في ارض اللواء المعتمديه في الجيزه. المكان مميز جدا يا جماعه، وفي حاجات تعجبكم جدا، واسعار عاملين عروض حلوه قوي. الناس العروسه اللي بتجهز او الناس اللي بتشتري اجهزه كهربائيه او بتجدد، يعني حاجه ضمان مدى الحياه ما شاء الله. هنبتدي معانا استاذنا، هنبتدي اول حاجه البوتاجازات. هنعمل سلسله كامله لكل اللي بيبحث عن حاجه، هنعمل له اللي هو محتاجه، البوتاجازات، الثلاجات، الكبات، الحاجات دي. فهنبتدي في الاول بالبوتاجازات. حضرتك بقى تقول لهم ايه الموجود عندك؟ معانا عندنا البوتاجاز الرويال. ده البوتاجاز الرويال ده حاجه فخمه جدا. اعلى موديل لحضرتك مصوره دلوقتي ده هو الموديل اسمه رويال ماستر شيف برو. البوتاجاز اسمه رويال ماستر شيف برو. ده اعلى حاجه جدا. الستانلس ستيل بتاعه مط، يعني حاجه نقيه جدا، حاجه ده بيبقى انضف نوع في انواع الستانلس ستيل. المكونات بتاعته 100% ايطالي كلها، بيتجمع بس تجميع مصر هنا. حوامل الزهر بتاعته حاجه عاليه جدا، نظام غرف كله. يعني وحدات منفصله. وحدات منفصله كله. بص، ايطالي اهو المكونات كلها. ايوه، كل حاجة ايطالي، فيه المكونات بالكامل بتاعته، حاجة جودة عالية جدا جدا. الشارة اللي في النص ثلاثية، اللي هي في النص هنا. ايوه، ثلاثية فيها ثلاث خنيات كده بتشتغل ثلاثي. الشارة دي ممكن نظبطها على وقت معين، 15 دقيقة 20 دقيقة، تفصل اوتوماتيك. حاجة اوتوماتيك ان هي تفصل لوحديها. فيها تايم معين كده، تايمر تفصلها. يعني لو مثلا رايحة الشغل او كده وعايزة تسيبي الاكل ربع ساعة، بتظبطي العين دي على ربع ساعة وبعد كده بتفصل، لأنه أمان كامل. البوتاجاز أمان كامل. بالظبط، البوتاجاز كده كده أمان. رويال لو حاجة فارت أو حاجة. رويال مستر شيف. رويال ماستر شيف برو. مستر شيف برو. ماستر شيف برو ده أعلى حاجة. في شاشتين، شاشة هنا ديجيتال بنتحكم فيها بالشواية باللمس، بنتحكم فيها بالشعلة دي باللمس، في إضاءة الفرن بنتحكم فيها باللمس، في كل حاجة ممكن نتحكم فيها. وده الشاشة التانية دي بتبين لنا درجة حرارة الفرن. الفرن بتاعنا طبعا في الموستات بيبقى بنسبه درجه الحراره، بيفصل اوتوماتيك طبعا لما يوصل درجه الحراره المطلوبه، يفصل ويشتغل بحيث الاكل بتاعنا ما يتحرقش. في ميزه اضافيه كمان في الفرن هنا معانا، غير الشوايه العاديه. طب ليه موجود الشوايه اللي هي بتاعت الفراخ العاديه؟ موجود شوايه ثانيه اير فراير، نعمل بيها البطاطس، الحاجات بدون زيت. اير فراير ده هي كده، دي شوايه اضافيه موجوده. دي حاجه لوحديها يعني. موجوده في بوتاجاز تاني ده هي. ما شاء الله، دي لوحديها مبلغ. القلايه الاير فراير يا جماعه اللي كل الناس بتدور عليها موجوده هنا في البوتاجاز. بالظبط. بتحطي فيها الحاجات وهي بتشتغل كده في الفرن. شغاله ومشغل معاها المروحه طبعا، بتظبط الدنيا كلها. طبعا في مروحه، امان كامل البوتاجاز ده. طيب. عزل مكثف، تبريد عالي جدا، يعني مفيش اي حراره، مفيش اي حاجه، مفيش اي تسريب حراره. يا جماعه الناس اللي بتجهز، ان العروسه، الناس اللي بتجدد في بيتها، يعني خدي حاجه كده، يعني عايز حاجه ياخد حاجه مره واحده كده، حاجه يعني محترمه. طب بالنسبه للسعر بقى اللي بيقلق كل الناس؟ السعر ده مفيش قلق ولا حاجه، ولا سعره 10500 اصلا. سعره بالنسبه لمتابعين الصفحه عند حضرتك كده بيبقى سعره 9800. ده ب 10 كام؟ ده ب 10500 بعد الخصم 9800 لمتابعين الصفحه عند حضرتك كده، خصم خاص وحصري لمتابعين الصفحه يا جماعه. هيبقى ب 9800 بدل 10500. الحقوا محدوده طبعا، احنا الحقوا العرض يا جماعه، الحقوا العرض، ولان الكميه محدوده. ويعني المكان انا اضمنه لكم، يعني اضمن المكان. ما شاء الله ناس محترمه، تعامل راقي جدا. هتاخدي حاجتك وانت مغمضه زي ما بيقولوا. ندخل بعد كده على البوتاجاز الثاني بقى. البوتاجاز الثاني رويال برضو. رويال برضو. حوامل زهر برضو، ستانلس ستيل لامع، مكونات ايطالي برضو بالكامل. هو اللي بيفرق بس ما فيهوش امان وما فيهوش الشاشه عند اول كده. ما فيش فيه شاشه ديجيتال يا جماعه زي الاولاني، هو ده الفرق بينه وبين الاولاني. والفرن بتاعه فيه الشوايه بتاعت الفراخ العاديه، ما فيهوش الاير فراير. ما فيش فيه اير فراير هنا. بس سعره اقتصادي وكويس جدا برضو، سعره 6750. ده ب 6750. ده ما فيش عليه عروض ده ولا ايه؟ ما هو ده عرض. كل الاسعار دي اسعار عرض برضه. دي اسعار عروض يا جماعه، دي اسعار عروض. ده اسمه رويال كريستال، اللي عايز يطلبه اسمه رويال اللي عايز يطلبه 90 في 60. اسمه رويال كريستال 90 في 60. البوتاجاز ده نفس امكانيات الاول بس من غير الشاشه والقلايه والامان طبعا. ماشي. البوتاجاز الثالث. البوتاجاز الثالث معانا بعد كده ايكون. ده ايكون. ايكون ده برضه حاجه ممتازه، ستانلس ستيل. الموديل بتاعه اسمه ايه عشان اللي حابب يطلبه؟ ايكون. هو لا، بوتاجاز ايكون اسمه. هو اسمه ايكون. ايكون ضمان 5 سنين برضه زي الرويال كده، برضه مروحه وحاجه فخمه جدا، وسعره 7500. ده ب 7500. حوامل زهر، نظام غرف برضه، وحاجات مكونات ايطالي برضه مستورده بالكامل بتاعته. طيب بالنسبه للمقاسات بتاعته كام؟ 90 في 60 العرض. 90 في 60. 90 في 60. والفرن بتاعه يا جماعه؟ الفرن بتاعه اهو برضه
شوايه وكل حاجه وضمان 5 سنوات عليه من الشركه برضه. ثمنه كام؟ ثمنه 7500 جنيه. 7500 جنيه. طبعا الاسعار دي يا جماعه حاليا والاسعار بتاعه دلوقتي، احنا عارفين الاسعار كل يوم بتتغير، يوم بعد يوم الاسعار بتتغير. فالسعر اللي انا بقوله السعر الحالي النهارده هو 12 8 2022، عشان ما حدش يجي بعد كده يقول لا ده الاسعار مختلفه، احنا عارفين الاسعار طالع ونازل. بالظبط كده. اتفضل. ده بوتاجاز رويال برضو معانا، رويال جاز، رويال جاز برضو مروحه سعره اقتصادي شويه. ده اللي عايز يطلبه اسمه رويال بيست. رويال بيست، رويال بيست ده حوامل زهر برضو، حوامل زهر، حوامل زهر برضو كده اللي حضرتك شايفاها ده اهي، برضو وحدات منفصله برضو كده، حاجه برضو عاليه جدا وسعره اقتصادي شويه. رويال هو الاستانلس بتاعه مش مط صح؟ استانلس مش مط، استانلس لامع عادي، استانلس لامع في البوتاجاز ده، بس حوالي ده شكله برضو نظام غرف برضو والشوايه والكلام ده اهو. في الشوايه بتاعت الفراخ اللي هي العاديه كده. طب والسعر بتاعه كام ده؟ السعر بتاعه ده عامل 5999 جنيه. 5999 جنيه، يعني 6000. 6000 ب 6000 سعره كويس برضو معقول بالنسبه في برضو الرويال ده اقتصادي اكتر شويه، مروحه برضو بس نظام اللي هو المواسير مش نظام الغرف ده هنا. ايوه ايوه. والحوامل اللي هي العاديه ده مواسير، يعني ماسوره بتغذي كل الشعلات، الماسوره بتبقى الفونيه تحت شويه كده والحوامل بتاعته العاديه كده. رويال جاز مروحه برده فيه كل حاجه ونفس الفرن ونفس كل حاجه، بس سعره اقتصادي، سعره 5500 جنيه. ده ب 5500. 5500 بس. ايه ده اسمه رويال اهو، رويال جاز، رويال فاست، رويال جاز فاست الموديل بتاعه فاست اسمه. 90 في 60 برضه. 90 في 60. ضمان 5 سنوات من الشركه بتاعته برضه. خمس سنوات يا جماعه الضمان بتاعه اهو. كل منتجات رويال بتيجي معاها الفونيات الغاز الطبيعي وبتيجي معاها فونيات، كل البوتاجازات دي بيجي معاها الفونيه الغاز والانبوبه. بس حاجه النار تبقى مظبوطه. ندخل على البوتاجاز اللي بعد كده رويال برضه. ده البوتاجاز ده برضه رويال، ده برضه نفس يعتبر الماستر شيف برو ده بس بدون شاشه زي الاولاني. اول واحد بينزل اسمه كريستال، بس هو نفس الاوكر بتاع مصر شيك بلو ونفس الاستانلس ونفس كل حاجه، بس هو 4 عيون 60 في 60. ايوه. مروحه برضو بالنسبه للقلايه الهوائيه مش موجوده. مش موجوده القلايه بس هي عشان المساحه مش هتكفي طبعا، تكفي 60 في 60 هنا ما شاء الله. ده سعره في بامان كامل وفي بدون امان. بامان كامل عامل 5500، بدون امان عامل 4500. والاسعار دي حاليا يا جماعه فقط. ده بالنسبة لل 60 رويال، 60 في 60 ستانلس. الناس اللي عندها بقى المساحات صغيرة البوتاجاز ده كويس جدا، اللي عنده مساحة، اللي عنده مساحة صغيرة وعايز حاجة فخمة برضه ياخد اللي هو بأمان كامل ده، هو ده بأمان كامل ب 5500. بدون أمان ب 4500. بدون أمان ب 4500، يعني فرق حوالي 1000 جنيه بين الأمان وغير أمان، 4500 و5500. طب البوتاجاز بقى ده معانا بوتاجاز ال 60 ده برضه، 60 أيكون، دي حوامل عادية برضه بس اللي هي العريضة، نظام وحدات برضو ونظام غرف برضو ده كله. كل يعني كل عين منفصل عن الباقي، يعني البوتاجاز بتاعك لو لا قدر الله حاجه فيه باظت مش البوتاجاز كله هيبوظ زي بوتاجازات زمان عين واحد ماسوره واحده بتغذي العيون، لا هنا كل عين منفصله. كل عين منفصله ونظام غرف والفرن لوحده والشوايه لوحدها، ممكن نشغلهم الاثنين مع بعض برضو. ادي الفرن اهو بتاعنا 60 في 60 ده ايكون، والستانلس ستيل بتاعه مط برضو، حوامل عاديه. سعره ده نزل عليه عرض ب 3750 جنيه فقط. 3750 جنيه فقط، ده عرض خاص لمتابعين الصفحه عند حضرتك. سعره 3750. 3750 ايكون، ضمان 5 سنوات، 60 في 60. يعني حاجات والله ما شاء الله، يعني اللي عايز يجهز ما يشيلش هم. الناس كتير قوي بتحتار في نوع البوتاجاز، احنا جبنا لكم الانواع لحد عندكم، مكان مضمون، سعر حلو جدا. اللي حابب يشتري يا رب يكون الفيديو عجبكم، وان عجبكم الفيديو احنا طبعا هنعمل سلسله كامله، بداناها بالبوتاجازات وهنكملها متتاليه ورا بعضها. بالنسبه يا جماعه للبوتاجازات في انواع تانية كتير او في المخزن، يعني فريش وانواع تانية كتير، بس ده المعروض هنا في المعرض. لكن لو انت عايزه نوع معين تقدري تتصلي على المكان، هسيبه طبعا في صندوق الوصف، وتستفسري عن النوع اللي انت عايزاه، ايا كان النوع اللي انت عايزاه ده المعروض دلوقتي في المعرض عندهم. لكن في المخزن في انواع تانية كتير. اشوفكم في فيديوهات تانية وكتير. مع